في حب أرض الاتحاد، نظم شباب الإمارات اليوم حملة تنظيف شوارع الدولة من بقايا المسيرات التي عمت أرجاءها ليلة أمس. فبكل مسؤولية وحب للعطاء شاركت جميع فئات المجتمع والقاطنون على هذه الأرض الطيبة. فتلك المشاهد تصور حال شوارع الدولة اليوم التي شارك فيها الصغار قبل الكبار، ولم تقتصر حملة التنظيف على المواطنين بل طالت المقيمين في دولة الاتحاد. فتلك المشاهد تجسد حرص الشباب على أرضهم وولائهم الحقيقي. ففي صباح اليوم الباكر انطلقت أفواج الشباب في كافة مدن الدولة مساهمين في تنظيفها. انطلقت هذه الحملات بدعوة نبعت من قلوب أبناء الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجاوب معها كافة أفراد المجتمع بشكل عفوي. فبدأوا التجمع منذ الصباح الباكر في عدد من مواقع متفرقة، ولكن لهدف واحد في حب الوطن والتضحية من أجله. وتعد هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها هؤلاء المتطوعون إحدى المبادرات التي تسعى إلى الحفاظ على الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.